عاشق بأنام طق الجرس يا ربي ما بيد أمانة صرت أشتغل. يس هلو واو شو شايف بيلي؟ شكرا على الورد الجميل وعلى الكلام الأجمل، نفتخر فيك ونتشرف بتواصلنا معك نورة والحنوف عبد اللطيف على راسي في ديتكم بنات السعودية، بازارك لحد باب بيتك، متجر نسائي متنقل، أزياء فاخرة. الله بنشوف الأزياء الفاخرة الحين رح نفتح ونوريكم، بس مبدئيا كبتشروا كبتشروا كبتشروا. الحين بفتح لكم النفانيف عشان نشوفها مع بعض. واو شكلين يعني مبدئيا لح ما شفنا الموديل بس التطريز زوغة. خل نفتح ونشوف هالقطعة تينن، شوف ايش حالاتها، وايد وايد عجبتني، عجبني التطريز اللي فيها، شوف حالاتها ين. لا لا صد 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 تهبل فخمة. شوف اللي وراها الحمرة اللي وريتكم اياها مساعة، طبعا مفتوحة اللبس تحتها، هذه اتوقع لا هذه بروحها، سوري لخبطت انا، لا 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 سوري لخبطت، تدري شنو هذه تلبس تحتها، هذه يعني القطعة هذه فوقها هذا، معلش ترى فيني النوم فمو مركزة وايد، ها مشولي فنزاتي يعني. اوكي حبايبي يعني حدي دايخة، تدرون يعني اليوم طيارة ورحت على طول التصوير اللي عندي وقبله مليون ألف شغلة ومع بناتي بالمدرسة، فحدي يعني دايخة. هالقطعة تين نشوف اللولو اللي فيها وايد وايد حلوة، تين حق رمضان حق زوارة يمعاتنا. والحين بفتح لكم القطعة الثانية، خلي افتح ووريكم. والحين بفتح لكم القطعة الثانية، خلي افتح ووريكم. والحين صراحة القطع حدها راقية، شوفوا هالدراعة، شوفوا تفاصيل الشغل فيها، بس حسافة شيء واحد قولوا شنو انها مخمال وخلص الشتاء عندنا والجو الحين حار فبخش على الشتاء الجاي، بس تينن حلوة. هذه من قدام شوفوها، وهذه من ورا، حتى من ورا راقية وحلوة، وهذه القطعة الجديدة، انا احب هالالوان وايد، التفاني مع البيبي بينك مع اللمعة الخطيرة تينن، صدق الدراعة ستايل هندي حسيت شوي، الخامة وراقية تبل، وتنقصتها حق منو؟ حق أمي، فديت أمي والله تينن. خلاص بعد ما له داعي أطلب دراعات حق رمضان، كل دراعاتي الرمضانية وصلتني وينن طعلمتها، صج ينن البنات القطع نارية، إذا بتجهزون حق رمضان من الحين بسرعة هجوم عليهم طلبة. شوف إيش حالات القطع، شوف إيش حالات القطع تينن، وباللبس يبينون أكثر أكيد، تطريزهم الشغل اللي فيهم ينن لمعتهم خيال. هالقطعة بعد حدها ناعمة وراقية وكيوت، بنات صراحة شغلهم وايد راقي وحلو، وايد عجبني تناسق الألوان مع بعض، الخامات اللي مستخدمينها كلها تينن صراحة، وايد عجبوني. شوفوا القطعة شحالاتها، الحين نفتح باقي قطعتين أوريكم ياهم. هذه القطعة حدها تينن ستايل، شوفوها أنا وريتكم إياها من ورا، هني كلها زراير زراير زراير، وستايل الوشاح المغربي شايفينها، هذه من ورا قبعتها ستايل وشاح مغربي، شوفوها من جدا
كيوت وناعمة موديلها كلها أكثر شيء هني جمها أكثر شيء موديلها من ورا اللي وريتكم ياها مساعة مخمل شتوي. الحين هذه القطعة صيفية تقريبا نفس الستايل، قبعة مثل ما أنتوا شايفين وعلى ستايل وشاح هذا من ورا، وهم زراير تحت. شحلوها وشوفوها من قدام تينن، وايد وايد عجبتني هذه، راقية تينن يعني حق الزوارات الحين رمضان ياي، حق الطلعات اليايات اليمعات الأهل والاستقبالات وما زلنا مع القطع المميزة الجميلة. بس أموت وأعرف ليش جايبت لي مخمل وشتوي، خلص الشتاء بس يهبلون وايد حلوين. أما هذه البيربل عجيبة، أنا وايد أحب هالستايل، والتطريز مالها حلو وخامتها أيضا للأسف مخمل، يعني ما أدري ليش يعني ينخشون حق الشتاء الجاي. عن جد قطعها وايد حلوة مميزة. الحين راح لكم كرتها، كبتشروا بسرعة أكاونتها وأرقامها للطلب والاستفسار. والدة الدكتور محمد يحيى، فديتكم، شرفتوني ونورتوني، حياكم الله معاي السويت والبادي جاردية. يا ماما خوفتونا من هنا، الله يحييك، شكرا، الله يحييك. ورايحين الحين السويت، تعبانة حدي ابي ارتاح بعد، خلاص ما عاد فيني اليوم، يوم كان طويل 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 بكل معنى الكلمة. رايحين الحين ونريح، وتدرون ليش والدة الدكتور جاية معاي؟ عجبتها عباتي وايد اللي هي من الفيصلية، شايفين الموديل مالها؟ شايف فيها دكتورة؟ رائعة. شنو قلتي لي تبين؟ والله بدي زيها، عشان شي حبوريها العبايات اللي جايبتهم معاي الأربعة، وتختار واحدة فيهم هدية مني لألك. طيب وأنا أنت شنو بعطيك يعني؟ ما في عندي شي أنا. شنو دكتور؟ ما في عندي شيء أنا يا ليت يكون عندي شيء، عباية ما بصير. وأنت بعد ما تأمرون على شيء؟ سلام تقرضك. وأنت؟ يما أكيد ما تبون شيء؟ ما أبي. الله يسلمكم، باي باي. أهلا وسهلا. لي حوشك هذا ذيلا، العصبوا عليكم ترى. اهلا وسهلا، والله حسستوني مافيا. يعطيكم العافيه. شكرا، الله يسلمك، شكرا شكرا، الله يحييك، تسلم. الله على الورد ينن. الحين صدق يبي لي اطبق هالسرير، صدق تفضلي، حياكم الله، تفضلي. شي الكويتيين، حي الله من يانا. حي الله من يانا، والله حي الله من يانا، اسفرت وانورت واستهلت وكملوا وامطرت وامطرت مره واحده. يلا اوكي. حياكم الله. خلص خل داخل اي بلعه الحين تسوي شنو تبي. والله عجبها وايد، عجبها وايد، عجبتها وايد دراعتي، مو عجبها وايد، عجبتها وايد دراعتي. بفتح الحين جنطتي بختار لها الحين دراعه من دراعاتي، لها العبايات اللي لقيتهم خلي اطلع لها اياهم عشان تختار من اللي جايبتهم. انا لابسه وحده وجايبه معاي ثلاثه، خلي اطلعهم واودي لها اياهم واشوف شنو تختار. اي واحده اخترتي دكتوره؟ والله هي هذه اخترتيها، وريتها طبعا طلعت لها اياهم واختارت هذه الدكتوره فدا. عليك بالف عافيه. زوجها البش مهندس، العيله كلها اطباء ما شاء الله، ما عدا هو فقط مهندس. اسم الله اربع عيالكم، الله يخلي اربع، انا طبعا عادي بدليات، اربع عيالكم، اربع عيالهم، قمت لخبط فيني النوم خلاص دايخه حدي، فاربع اسم الله. كم بنت
كم ولد؟ ولدين وكلهم ما شاء الله دكاترة. الله يحفظهم ويخليهم. قولوا ما شاء الله العائلة كلها دكاترة والأم دكتورة بس الوالد هو مهندس. واخترتي؟ راح ألبسها. عليك بألف عافية. شوفوا موديلها طبعا باللبس ينن يبين. عليك بألف عافية ووصل لك تحيات صاحب الفيصلية أبو عبد الله. يقول شكرا ألف 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 عافية ملبوس العافية. الله يعافيك يا شكرا كتير على الهدية. العفو حبيبتي. يعني من أحلى الهدايا اللي إجتني من أحلى إنسان حبيبتي. أحلى حليمة. ما في شيء من قيمتك ولا دكتورة. كتير تشرفت فيكم. كنت سعيدة اليوم بعشاء العمل مع حضرتك دكتورة وزوجك الكريم أيضا. وما تعب طلعويها خلاص. ومع أكيد كل فريق عمل المجمع الطبي والعيادة وأكيد دكتور محمد يحيى الراقي بأخلاقه وبعمله أيضا. عليك بألف عافية دكتور. توني صورت لكم.